السلام عليكم عسولاتي، نتمنى لكم تكونوا بخير والفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير ان شاء الله. الفيديو تاع اليوم هو ميني بطبوط القرعه وميني بيتزا تاع القرعه. انا هذه هي القرعه اللي استخدمتها، وانت استخدمي اي قرعه عندك في الدار. هنا عندنا زوج كيسان ما دافي، كاس سميد، زوج كيسان تاع فارينه، نص كاس زيت الزيتون، تقدري تعوضيها بزيت المائده، مغرفه تاع اكل خميره الخبز، ومغرفه صغيره تاع القهوه تاع السكر، ومغرفه صغيره ملح، ومغرفه صغيره تاع الزعتر لتنسيم العجينه. هنا نديرو زوج كيسان تاع الماء دافي، لازم الماء تاعنا يكون دافي باش الخميره تاعنا تخمر وتطلع معانا. نزيد عليهم مغرفه كبيره تاع الخميره تاع الخبز، نزيد عليهم مغرفه صغيره تاع السكر، نزيد عليهم كاس تاع سميد يكون رقيق، سميد اللي نديرو به البغرير، لازم السميد تاعنا يكون رقيق. نخلطوا كامل المكونات تاعنا مع بعض، ومن بعد نغطيو الخليط تاعنا، نخلوه على جانب حتى يخمر لنا. هنا نمروا لتحضير الحشو اللي نعمروا به البطبوط تاعنا. انا هنايا استخدمت زوج حشوات مختلفات، وحده فيها الفيونداشي وفلافل تاع الالوان، فلفل الاحمر وصفر وخضر تاع الالوان، زدت عليها شويه تاع فرماج رابي، وهنا عندنا فرماج تاع الساندويتشات بطبيعه الحال. والحشوه الثانيه درت فيها الطون، شويه زيتون مقطع رقيق كحل، وزيتون خضر مقطع رقيق، وشويه فرماج رابي، وفرماج تاع لي ساندويتش نستخدموها في لي ساندويتشات. نحرك كامل الحشوه تاعنا، نخلط فيها الزيتون تاعنا، ندخلهم مليح مع الطون، نحركهم حتى ينسجموا كامل. نزيد عليهم مغرفه كبيره تاع المايونيز، انا هنا زدت مغرفه كبيره تاع المايونيز. وانتي الصلصة استخدمي اللي حبيتي، كيرتشوب زدت عليها مغرفة كبيرة تاع كيرتشوب كما راكم تشوفوا، يعني صلصة اختيارية كما تحبي، وزدت عليها شوية لاصوص الجيريا هذيك الحرة. وانتي استخدمي الا عندك اطفال صغار، يعني دراري صغار ما ياكلوش هذيك لاصوص يعني حرة شوية، ديري غير كيرتشوب ومايونيز. هنا كملت الحشوة تاعي، خلطتها نخليها على الجانب، نمروا نكملوا تحضير العجينة تاعنا تاع البطبوط وميني بيتزا. هنا العجينة تاعي كانت خمرت، هذاك الخليط تاعنا الاول اللي درناه كان خمر، طلعت لنا الخميرة تاعنا، وهذاك السميد شرب هذاك زوج كيسان تاع الماء. زدت عليهم نص تاع كاس زيت الزيتون، ومن بعد زدت عليهم الملح وهذوك الاعشاب المنسمة. انا هنايا درت الزعتر كما قلت لكم في الاول، وانتي استخدمي اي نوع من الاعشاب المنسمة متوفرة عندك، تقدري ديري معدنوس ناشف ولا الزعتر، الاعشاب المنسمة المتوفرة عندك. ومن بعد بديت نزيد الفارينة تاعنا بالتدريج، درت الكاس الاول وقعدت يعني نخلط في الخليط تاعنا كما راكم تشوفوا، وزيت الكاس الثاني نكملوا يعني الفارينة ما نديروهاش على خطره، نديروها غير بالتدريج. هذا هو القوام، وزدت عليه غير شويه يعني كما راكم تشوفوا غير بالتدريج نزيدوا الفارينة تاعنا حتى تحصلوا على الخليط هذايا، يعني يكون جاري شويه كما تاع البغرير، ما يكونش ناشف، لازم يكون جاري كيما البغرير كيما كنديروا البغرير. انا هذه هي القرعه تاعي، شديت البوشون تاعها، سخنت موس وقطعت يعني درت لها دائره في الوسط، ومن بعد شديت القرعه تاعي فرغت كامل العجينه تاعنا للداخل. هنا نفرغوا كامل الخليط تاعنا داخل القرعه ونرجع معاكم. كيما راكم تشوفوا هنايا يعني كملت الخليط تاعنا، ودرت المقله تاعي سخنت، درت المقلة تسخن، ومن بعد بديت نفرغ العجينة تاعي بمساعدة تاع المقص، يعني طريقة واضحة. كل ما نفرغ يعني الكمية اللي نحبها، انتم اللي تحكموا في الحجم تاع البطبوط تاعكم، تحبوهم صغيرين بالبزاف ولا متوسطين، يعني انا هنايا درت ميني بطبوط درته متوسط كما راكم تشوفوا هنايا. البطبوط تاعنا راهو طاب، طيبتم كلتا الجهتين، يعني طاب حمر ما شاء الله، يعني العملية سهلة وبسيطة. وهنا راني رايحة نجر يعني نحضر معكم ميني بيتزا، الاول درتهم ميني بطبوط، وهنايا ميني بيتزا. هنا درت يعني بنفس الطريقة اللي نديرو بها ميني بطبوط، نديرو بالقرعة ومن بعد نقطعو الكمية اللي حبينا، ونشدو مغرفة تاع ماكلة نديروها في زيت الزيتون، ونبسطو كامل العجينة تاعنا بهذه الطريقة باش نديروهم دي ميني بيتزا، يعني يجو رقيقين ما يجوش معجنين، ما تجيش فيهم عجينة بزاف. ومن بعد كيطيبو لنا من التحت، يعني هنايا النار تكون نار هادئة، تكون غير نار قليلة هكذا باش البيتزا تاعنا يجو طيبين ما يجوش خضوره من الداخل. ومن بعد نقلبهم
على الوجه الثاني، نخليهم يتحمروا شويه، ومن بعد نشدوا لاصوص تاعنا. يعني تكون عندك لاصوص تاع البيتزا خاصه بالبيتزا، ولا صلصه توجديها انتيا في الدار بهذه الطريقه. يعني نديروا غير شويه هكذا تاع لاصوص، ومن بعد نزيدوا عليها يعني واش متوفر عندك. تحبي ديري الطون، دجاج، فيونداشي، يعني الحشوات كما تحبي انت، اختياريه كل واحد والمقدور تاعو، كل واحد يعني واش يفضل، واش بيفضل يدير في البيتزا تاعو. انا هنايا درت الطون، زدت عليهم شويه تاع فرماج رابي وحبيبه زيتون. انا هنكمل كامل الكميه اللي عندي تاع ميني بيتزا وميني بطبوط، ونرجع معاكم فيما بعد. وعد باب الريان والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان. هذا هو البطبوط تاعنا، يعني جا ما شاء الله ما شاء الله، وجا فارغ من الداخل. انا هنا نحلو بالمقص ونعمرو كامل بهذوك الحشوات اللي وجدناهم يعني في الاول، هذوك الحشوه الاولى تاع فيونداشي، وشويه عمرتهم بالحشوه تاع الطوم. يعني الميني بطبوط تاعنا جا رائع وجا فارغ من الداخل، يعني ما فيش هذاك الفتات، يعني وما جاش معجن، جا طايب رائع رائع. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. يعني هذو الزوج وصفات، وصفه واحده وبعجينه واحده، يعني تقدري ديري الزوج انواع تاع المملحات، ديري ميني بطبوط وديري ميني بيتزا، وتجي سهله وما تتعبيش يعني، وتجي لذيذه. الاهم من هذا كامل يعني هذه الوصفه تجي رائعه رائعه، وتوالم يعني المناسبات ولا هكذا في رمضان. نحب نوعه في المائدة تاعنا. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. اللي مازال ما اشتركش في قناتي نقول له ديري اشتراك للقناة وفعل زر الجرس باش يلحقك كل جديد. دمتم الاجمل والاروع. السلام عليكم.